خلال فعاليات الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية تم تكريم واحد من أطباء مصر المتميزين، وهو الدكتور طارق رشيد استشاري القلب والقسطرة بمستشفيات هذه الهيئة. تم منحه جائزة التميز الطبي لعام 2022، وده نتيجة لدوره المتميز في علاج مرضى القلب في مستشفيات هيئة الرعاية عن طريق القسطرة وبأحدث التقنيات العالمية المستخدمة في علاج مرضى القلب. خلينا نقترب أكثر من هذه الجائزة. معنا على التليفون الدكتور طارق رشيد، علشان نبارك له الأول ونقول له صباح الخير يا دكتور، وألف مبروك على جائزة التميز الطبي. صباح الخير يا أستاذ مصطفى، صباح الخير يا أستاذة جمانة. أهلا بحضرتك يا فندم، ألف مبروك. وخلينا نسأل يعني هذه الجائزة كيف يتم التنافس فيها، وما هو معنى تكريمك في هذا الملتقى؟ طيب خليني اقول الاول ان الجائزه دي يعني مش ليا انا بس، دي ليا وزملائي في القلب في الهيئه كلها. الحقيقه الاسم القلب في هيئه الرعايه الصحيه هو قسم متميز على مستوى مصر وعلى مستوى الدولي كمان. هي مش تنافسيه ولا حاجه، هي الجائزه دي بتعكس الحقيقه المجهود اللي عملناه في الفتره اللي فاتت دي علشان الارتقاء بمستوى الخدمات الصحيه في هيئه الرعايه الصحيه في مجال القلب. يعني الحقيقه لو اتكلمنا عن هيئه الرعايه الصحيه، المشروع تم اطلاقه منذ 3 سنوات فقط، وفي خلال ال3 سنوات دي حقيقه احنا قدرنا يعني نطور الخدمه الصحيه المقدمه للمريض المصري الغير قادر والقادر برضه. من الحقيقه وضع كان شويه فيه ظلم للمريض، او من وضع كان فقير صحيا الى تميز في اداء الخدمه الصحيه. يعني طبعا ده تطلب ان احنا الحقيقه يعني نعمل مجهود كبير جدا علشان نوصل للمستوى ده. يعني برضو ما نقدرش ننسى ان كان في دعم سياسي قوي جدا من القياده السياسيه على راسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقه قياده الهيئه الصحيه، هيئه الرعايه الصحيه تحت قياده الدكتور احمد السبكي، الحقيقه اللي كان بيدينا دعم كبير جدا، وكان بيوفر لنا كل الامكانيات اللي احنا بنحتاجها في الفتره السابقه علشان نقدر نتطور بسرعه. يعني الحقيقه اللي ما يعرفش اللي حصل في هيئه الرعايه الصحيه يعني يمكن ما ياخدش باله قوي من الموضوع، كان في صعوبه شديده ان احنا نقدر نوفر خدمات يعني صحيه فائقه الدقه. دكتور يعني دكتور طارق، حضرتك يعني الحقيقه يعني بتتكلم عن رحله مش سهله، وحضرتك ذكرت ان كان في تحديات لتحسين الخدمه المقدمه للمرضى. عايزين نعرف من حضرتك ايه المجهود اللي قمتوا بيه، الوضع كان ايه، وايه اللي حصل اللي حضرتك يعني، او خلينا نقول انه الفريق الطبي كله استحق عليه هذه الجائزه، ايه الوضع كان ايه وايه اللي حصل؟ طيب يعني انا الحقيقه بشتغل في مجال القلب ده من سنه 2002. يعني هقول لحضرتك ببساطه كده، المريض المصري سنه 2002 دي كان الحقيقه بيدور على الخدمه الصحيه اللي عايزها لفترات طويله جدا. يعني لو المريض عايز يجي يعمل قسطره قلبيه كان بيقعد شهور عديده على ما يقدر ياخد قرار بس علشان يعمل قسطره، وبعدين بعد ما يعمل القسطره يقعد شهور ثانيه علشان ياخد قرار للدعماء. النهارده الحقيقه المريض بمنتهى البساطه بيروح يقدم ورقه في اي مكان من اماكن التابعه لهيئه الرعايه الصحيه، في خلال 48 ساعه بيتم الرد عليه، تعالى اتفضل حضرتك في المكان اللي انت محتاجه، تعالى اعمل الخدمه اللي انت عايزها. الموضوع طبعا كان فيه تحديات كبيره جدا، اولا الحاجات الحقيقه القساطر القلبيه والصمامات القلب اللي بالقسطره، الحاجات دي تكلفتها عاليه جدا، يعني صمام الاورطي ده بيتكلف حوالي 500 ل 600 الف جنيه. النهارده المريض بيقدر يعمل الخدمه دي من غير ما يدفع ولا مال. زمان الحقيقه كان المريض بيقعد يدور على الخدمه دي وما كانتش تبقى موجوده، وكان استحاله انها تبقى موجوده. طبعا لولا ان في يعني اصرار شديد من الـ القيادات السياسيه في الموضوع ده ان المريض يلاقي خدمه صحيه متميزه، ما كناش هنوصل للمرحله دي خالص. الحاجه الثانيه طبعا حضرتك، تم اطلاق منظومه الرعايه الصحيه دي في نوفمبر 2019، يعني بعدها بعده شهور قليله دخلنا على جائحه كورونا اللي العالم كله الحقيقه كان يعني مش قادر يعني يواجهها بسلاسه، وكان في صعوبات شديده. فاحنا يعني ابتدينا او المشروع اتولد في ظل ظروف صعبه جدا، ايوه، سواء اقتصاديه او سواء صحيه على مستوى العالم. طب على خريطه القطر المصري، مستشفيات الرعايه الصحيه بمحافظات التامين الصحي الشامل موجوده فين
في مصر، ومين المواطن اللي يقدر يروحها، وهل يقدر يروحها بس بالرقم القومي، وده متاح لمين؟ يعني حضرتك قلت حاجات عظيمه جدا، ربما الناس كلها بتتكلم فين التعليم فين الصحه فين الصحه فين التعليم. خلينا نرد، اتفضل. يعني احنا حاليا الحقيقه المحافظات اللي دخلت تحت منظومه التامين الصحي الشامل هي محافظات القناه، يعني الاسماعيليه وبورسعيد، المفروض على اول سنه ان شاء الله السويس هتكون خلاص دخلت تماما. ايوه جنوب سيناء خلاص تمام تم دخولها، محافظه الاقصر وبرضه خلال شهرين هيكون اسوان دخلت في المنظومه دي. المرحله الاولى اللي بتشمل 6 محافظات. عظيم. يعني العلاج فيها بالرقم القومي. بالرقم القومي. ايوه. لا يدفع اي جنيه يا دكتور. نعم. ما بيدفعش اي جنيه المريض زي ما حضرتك قلت. تماما، بيجد الخدمه اللي هو عايزها دون اي مقابل. الحقيقه في الخدمات اللي هي يعني ذات تكلفه عاليه جدا زي ما قلت لحضرتك، الصمام الاورطي او حاجات اصلاح الصمام الميترالي او الحاجات الشرايين، علاج الشرايين المعقده، الحاجات دي بيدفع حاجه اسمها مساهمه رمزيه 300 جنيه ولو مش قادر يدفعها خلاص يعني احنا بنعفي منها، ما فيش اي مشكله خالص. يعني في النهايه هي الهدف هو تقديم خدمه بجوده وكرامه للمواطن المصري اللي هو الحقيقه كان الاول يعني زي ما احنا عارفين كان يعني بيتعب كده بيتبهدل في المستشفيات وبيتعب ما بيلاقيش الخدمه بسلاسه. لا، النهارده هو بيلاقي خدمه بكرامه وبيلاقي ناس بتسال عليه وناس بتشوف هو راضي ولا لا عن الخدمه. يعني في فريق اسمه رضا المنتفسين، وده اول مره تروح داخل هيئه الرعايه الصحيه اللي بيشوف المريض يعني مدى رضاؤه عن اداء الخدمه ايه، هل فعلا وجد الخدمه اللي هو عايزها ببساطه وما لقاش اي متاعب. الدكتور اللي كان بيعالجه كان بيعامله بشكل جوده يعني الخدمه المقدمه يا دكتور بشكل عام. طيب ممكن حد وهو بيسمعنا دلوقتي عشان بس نوضح الصوره للمشاهدين، ممكن حد يقول اكيد بتقدم مثلا بتقنيات قديمه، الخدمه بتقدم بتقنيات قديمه والتقنيات المستحدثه ممكن تكون فلوسها اكتر، فسؤال حضرتك هنا يا فندم، هل التقنيات المستحدثه حاليا في علاج مرضى القلب بالقسطره موجودة أولا؟ ولو موجودة هل بيبقى فيها بيدفع فيها مثلا أكتر ولا مجانية؟ طيب يعني ردا على سؤال حضرتك، الحقيقة إحنا الحمد لله وصلنا لمستوى يعني لا يقل ما كانش أحسن من أماكن كتير على مستوى العالم بما فيهم أوروبا وأمريكا. هايل. وده بشهادة الخبراء الأجانب اللي جم زارونا في بعض المؤتمرات اللي عملناها وكانوا شايفين إحنا بنشتغل إزاي. وهدي لحضرتك مثال بسيط إن إحنا يعني بعض الحالات اللي بنعملها داخل هيئة الرعاية الصحية تم قبولها في أكبر المؤتمرات العالمية ضمن واحدة من 8 حالات في العالم كله. هايل. فالخدمة المتميزة والخدمة فائقة الدقة والحديثة كلها موجودة. التطور اللي موجود في العالم كله الحقيقة موجود في مصر في نفس الوقت، احنا مش متأخرين عن العالم في أي حاجة خالص. احنا دلوقتي بنعمل في هيئة الرعاية الصحية زراعة صمام أورطي بالقسطرة، بنعمل إصلاح الصمام المترالي بالقسطرة، بنعالج الشرايين المعقده بما فيها الانسداد المزمن وتكلسات الشرايين، هي دي احدث الحاجات اللي موجوده على مستوى وكلها مجانيه يا دكتور. نعم فندم. وكلها مجانيه. كلها مجانيه تماما. والحقيقه المريض كمان يعني ما بيجدش صعوبه في ان هو يحصل على الخدمه، يعني مش عشان هي غاليه جدا وعلشان هي هو مش هيدفع حاجه، احنا يعني بالعكس احنا بنسهله الاجراءات بسرعه وبيلاقي نفسه بمنتهى البساطه عامل الاجراء اللي هو محتاجه وبدون اي تعقيد. صحيح صحيح. وكلنا عارفين طبعا ان مشروعات التأمين الصحي هو مشروع قومي انطلق بدأ من محافظة بورسعيد وامتد لمحافظات القناة، وحيصل عام 2030 إلى يختتم بمحافظة القاهرة، سيكون في التأمين الصحي الشامل على كل المواطنين المصريين. رقمك القومي أو بطاقتك هتتيح ليك أنك تتعالج بالمجان، حلم مصري قديم كلنا كنا بنحلم بيه أن احنا نلقى رعاية طبية زي ما بنشوف في أمريكا وبنشوف في أوروبا وبنشوف في الدول الكبرى إزاي هم بيعالجوا مواطنيهم. بنشكرك دكتور طارق رشيد استشاري القلب والقسطرة وخبير علاج الانسدادات المزمنة للشرايين في مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبنؤكد أن هذا المشروع ممتد ومستمر في باقي المحافظات حتى يأتينا إلى القاهرة.